ولقد شهدنا من أمهاتنا غفر الله لها من العناية بنا في صغرنا الشيء الكثير الذي لا أستطيع أن أعده وأحصيه. منها يوم الأيام وأذكر وذلك غفر الله لها أني خرجت للمسجد لتعلم القرآن في يوم الشتاء بثوب رقيق مستعجلا مني لإدراك القراءة، فما شعرت إلا وهي تسبقني عند المسجد تخلع ثوب الرقيق وتكسيني الثوب الصوف الغليظ، يعني نفسها ما طابت حتى جاءت من البيت تصحبني المسجد. أنا كنت مسرعا وسبقتها لكنها جاءت قبل أن أدخل المسجد فخلعت ثوبي الرقيق وألبس ثوب الصوف الذي فيه من ملابس الشتاء. هذا شيء من أشياء، شيء من أشياء، ولما إنما أقول إن الأم لها فضائل على الابن.